يا بهاء؟ عايزك تقبض عليا وتجيبهولي هنا من سكات. اظن مفيش دليل اوضح من كده. بس اتاكدوا ان الرصاصه دي خرجت من مسدس حمزه. واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى. مين الراجل ده؟ دي الشيخ جابر اميرنا وقائدنا. دي يا جدعان قنبله. واليوم اللي كان ناوي يفارقنا فيه هو اليوم اللي اختار يبقى فيه معانا على طول. خدت عربيتي يا حمزه؟ خدتها مش كده؟ يا بهاء اهدى بس وافهمني. وحياه امي ما هسيبك يا حمزه، شوف بقى مش هسيبك. ان واحد زي حالتي عمره ما هيعمل حاجه مش مقتنع بيها بنسبه 100%. الداخليه هي العصايه اللي في ايد النظام. اي حد يخرج عن طوعه بينضرب بيها. انا قلت اخليك تجرب تبقى مكاني، تبقى هربان من الدنيا كلها زي ما انا كنت هربان. بهاء انا لقيت الواد اللي سرق السلاح بتاعي. يعني حمزة اللي سلم نفسه ولا انت اللي قبضت عليه ولا ايه بالظبط؟ لا سيادتك، هو حمزة اللي كلمني بس مش عشان يسلم نفسه. امال ايه؟ طيب سيادتك ممكن تتفضل معايا وتشوف بنفسك. اتفضل. اتفضل يا فندم. كويس جدا، شغل هايل يا رجاله. دلوقتي كل اللي انا محتاجه اعتراف رسمي من جابر بان هو المسؤول عن كل اللي حصل. بس انا ما افتكرش يا فندم ان جابر هيتكلم. ما عشان كده انا عايزك انت اللي تشتغل عليه يا حمزه. انا يا فندم؟ ايوه انت. ارجوك خلص لي الموضوع ده بسرعه. وانا هروح دلوقتي لمعالي الوزير ابلغه ان القضيه بتتقفل وان كل شيء تمام. مبروك يا رجاله. بعد اذن حضرتك يا فندم. اتفضل يا حمزه. حمزة، معلش ما تزعلش، يعني في حاجات مش ظريفة حصلت مني فبعتذر لك عليها. لا ولا حاجة، أنت كنت بتشوف شغلك. بس كان لازم برضه أقعد معاك أتكلم أفهم إيه الموضوع. بس على فكرة أنا موضوع سليم اللي لسه عايش دوت مش واكل معايا خالص. مش مهم دلوقتي، خلينا في اللي احنا فيه. طيب حلو قوي. تحب نبتدي مع جابر من امتى؟ خلينا نستنى عليه شويه كده لغايه لما نشوف هنعمل معاه ايه. بس الحكايه مش حكايه اللي هو مختار. ما دام جابر ظهر وجي لغايه عندنا هنا يبقى اكيد بيحضر لحاجه. ايه بقى الحاجه دي؟ المشروع اللي هكلمكم فيه النهارده هو اهم مشروع هتدخله شركتنا من اول ما ابتدت. تقدروا تقولوا كده ان ده كان حلم شخصي بالنسبه لي، واتمنى انكم تساعدوني علشان اقدر احققه. في الفتره اللي جايه احنا هنشتغل على المتحف المصري الجديد. في الفتره اللي فاتت انا عملت شويه اتصالات وعرفت ان الحكومه هتعمل مناقصه عشان تختار فيها الشركه اللي هتبقى مسؤوله عن مراحل التنفيذ الاخيره للمتحف. طبعا انا ما استنيتش وقدمت ورقنا على طول. بس معنى كده ان شغل بقيه المشاريع لازم يتاجل. لا مفيش حاجه هتتاجل، لازم نمشي فول باور لحد ما ناخد المناقصه دي. 5 شهور؟ هتسيبني وتروح ايطاليا 5 شهور؟ يا حبيبتي البوزيشن اللي انا واخده هناك كبير جدا، وكمان المرتب مش هينفع اخده هنا في مصر. مش مهم، كل ده مش مهم، احنا مش عايزين الشغلانه دي خلاص، روح شوف لك شغلانه ثانيه. يعني ايه اشوف لي غيرها؟ هو انت نسيتي لما نزلت ادور على شغل ايه اللي حصل؟ ليه محسساني ان الشغل بيترمى عليا من كل حته؟ حبيبتي عشان خاطري ساعديني. أنا مش سهل عليا برضو إن أنا أبعد عنك ولا أنتي ولا أحمد. يبقى خلاص تاخدنا معاك، نقضي المدة دي كلها معاك هناك. برضو ما ينفعش. أنا رايح على بلد غريبة ما أعرفش فيها حد، ما أعرفش أنا هعيش فين ولا هاكل فين ولا هشرب إيه ولا هعمل إيه، ما أعرفش، ما ينفعش أبهدلكم معايا البهدلة دي. بس دول 5 شهور. 5 شهور ويوم هسيبهم وأرجع. اتفقنا؟ عشان خاطري. وانت يا غدا ما عندكيش حاجه عايزه تقوليها؟ لا عندي،
اظن ان احنا اول حاجه لازم نعمل حسابها ان احنا داخلين مناقصه مع الحكومه، يعني لازم نقدم احسن الحلول وباقل تكلفه ممكنه. سهل قوي ان احنا نعمل برزنتيشن هايل في حاجات كتير احنا مش محتاجينها بس بتكلفه تخليهم يرفضوا العرض بتاعنا. ايوه بس ده المتحف المصري الجديد مش مساكن للشباب. الجوده مش بالضروره يعني التكلفه العاليه. انا خلال السنين اللي فاتت اتعاملت مع معامل كتيره ممكن توفر لنا مواد البناء باسعار ارخص بكتير من اللي موجوده في السوق، واظن كمان ان احنا ممكن نكسب وقت ونبتدي نشتغل على المشروع من دلوقتي. ايوه وانا مش عايز منك اكتر من كده. من النهارده انت وخالد مسؤولين عن المشروع ده. مش عايز تتكلم ولا هتساعد، بس انا هنا بقى علشان اديك فرصه. لو رديت على كل اسئلتي يا شيخ جابر وقلت اللي انا عاوزه هحاول اساعدك. تعرف طبعا التهم اللي انت متهم فيها حكومه الاعدام، بس لو تعاونت احتمال التهمة تتخفف. سليم فين؟ انت عارف يا حضرة الضابط سليم فين؟ سليم استشهد. اتخدم على ايديكم ونال الشهادة. هو دلوقتي في الجنة. قلت لي ان سليم بعد كده رجع لكم وبدا يتعلم ازاي يبقى واحد منكم. سليم عمره ما كان زينا. احنا اصحاب رساله. ربنا كرمنا بالجهاد في سبيله. سليم ما كانش بيحركه الا حاجه واحده، الانتقام. طب وسبتوه يكمل معاكم ليه لما هو مش زيكم؟ الشيخ جابر شاف فيه اللي ما حدش غيره شافه. عشان كده هو اللي استلمه بنفسه. ادخل مع اخواتك، ابدا معاهم وبعدين هقول لك تعمل ايه. مصالح الأخ سليم معاك. Thank you.
الهدف المرة دي محافظ سينا. هو هيكون موجود بكرة في استراحة المحافظة علشان يقابل شيوخ القبائل ويساومهم على أولادهم المعتقلين، وده هيكون معاد ضربتنا. الهجوم هيتقسم لمجموعتين، مجموعة للتأمين ومجموعة تانية بتنفذ العملية. يحيى، انت هتكون مسؤول عن مجموعة التأمين، اختار الرجالة اللي هتكون معاك. أمرك يا شيخنا. وانت سليم، انت هتقود مجموعة التنفيذ. وش معنى سليم؟ ما أنا ممكن أقوم بيه. ربنا معاك يا سليم. تفتكر السكوت اللي انت فيه ده هيوصلك ليه يا جابر؟ اصل بصراحة مستغرب، مش عارف انت عايزني اقولك ايه بالظبط، وما اظنش يعني انك عايز مني اعتراف، لانه خلاص الاعتراف زمانه اتكتب واتمضى لي كمان. ان انت جيت هنا حضرة الظابط علشان تضيع وقتك مش اكتر. لو هو ده اللي حصل انا هنا بعمل ايه؟ انا عايز اسمع منك الحقيقه شخصيا. الحقيقه هتعمل بيها ايه الحقيقه لما تعرفها؟ يعني هتصدقني لو قلت لك ان انا ما قتلتش اللي هو مختار؟ لو انت صدقتني تفتكر اللي فوقيك هيعجبهم الكلام ده؟ لو قلت لي انت جيت هنا القاهره ليه؟ حاجات كتيرة أوي هتتغير. نزلت أشارك في الانتخابات، أنت مش قلت برضه كل مواطن لازم ينزل يشارك؟ ماشي يا جابر، مش عايز تتكلم براحتك، بس أنت عارف أنت خارج من هنا رايح فين؟ على الإعدام يا جابر. هسيبك تفكر شوية كده وبعدين برجع لك. هتبقى فرصة أخيرة يا جبر. يعني إيه بروح أمه مش عايز يتكلم يا حمزة؟ يعني إيه؟ سيبهولي أنا بقى، خلاص؟ ونص ساعة بالظبط وقسما بالله. اسمع بس يا بقى، اسمع. لا تحاول معاه ولا تخلي حد يخش له لغاية لما ارجع. أنا عايز أسيبه شوية. تاني؟ تاني يا حمزة هترجع الخدمة تاني؟ أنت مش مكفيك اللي حصل لك؟ اللي حصل لي شكله لسه ما خلصش. شكله هيبتدي عليا. ومش بمزاجي. عشان كده لازم تبعده، وأرجوكي اسمعيني للآخر وما تطلعيش عيني زي كل مرة. القضية اللي أنا شغال عليها دي مش زي أي قضية اشتغلت عليها قبل كده. القضية دي خطر عليكو، وعلشان أقدر أكمل فيها لازم أشغلش بالي بإيه اللي ممكن يحصل لكم. عشان كده لازم ترجعوا الكويت. بالعكس، بالعكس، ده أكتر وقت المفروض أكون فيه جنبك. مش هتساعديني، بالعكس هتعطليني يا عليا. يبقى احنا لازم نسافر فورا. انت سافر، لو انت خايف على نفسك سافر، خد ايمن معاك وسافره، لكن ده اخويا مش هينفع اسيبه لوحده دلوقتي، بالذات دلوقتي. كفايه بقى يا عليا، انا اذا كنت ساكت ومش عاوز اتدخل فده عشان ما ازعلكش مني، لكن طالما بقى الامور وصلت الدرجه دي يبقى حمزه عنده حق. عنده حق ازاي؟ حمزه، احنا هنجهز شنطنا ونرجع الكويت على اول طياره. قلت لي ان يوم تنفيذ العمليه حصلت حاجه ما كنتوش عاملين حسابها خالص. ايه هي؟ اللي حصل كله ما كناش عاملين حساب.
قالوا لي بره انك مش عايز تتكلم. مش مهم، براحتك. انا اصلا مش جاي استجوبك، انا جاي افكرك بواحد حبيبي. فاكر وليد القللي؟ وليد حسين القللي. وانت هتفتكر مين ولا مين؟ انت بيعدي عليك بشر قد كده. وليد ده كان جاري عشرة عمري، كان ساكن في العمارة اللي قدامي على طول، وانا وليد كنا خربينها طول الوقت وعشناها بالطول وبالعرض. ابويا وابوه قفشوا علينا لما كبرنا وخافوا العيارنا يفلت، فدخلونا كلية الشرطة. اربع سنين مع بعض عنبر واحد، ما سبناش بعض. وبعد ما اتخرجنا كل واحد فينا خد تكليف وراح في حتة. انا رحت الواحات وهو راح سينا، بس طبعا كنا بنتكلم من وقت للتاني علشان ما كناش بنتقابل مع بعض زي الاول. بس يوم بعد يوم وسنة بعد سنة المكالمات قلت والدنيا بعدت ونسينا بعض. وحشني. بعد خمس سنين أفاجأ بتليفون من وليد حسين القللي بيكلمني علشان يعزمني على عيد ميلاد ابنه. تخيل، أنا سمعت الخبر من هنا اتجننت. قلت له يا ابن اللذينة، يا أبو قلب ميت، تتجوز وتخلف من ورايا؟ طب ليه؟ زعلت. وهو حس إن أنا زعلت، ساب مراته وساب ابنه وعيد الميلاد وحلف 30 يمين ما يطفي الشمع غير لما أكون موجود، ونزل جري من بيتهم علشان يجيبني، بس ما جاش. عارف ليه؟ علشان أول ما نزل من بيتهم لقى عربية ميكروباص نزل منها ثلاثة أوساخ من عينتك، فتحوا النار عليه يا جابر. وليد خد في جدته 20 رصاصة يا جابر. مش أول مرة يموت فيها واحد مننا، لكن كانت أول مرة يموت على إيد واحد فينا. يومها ما بقتش عارف أعمل إيه. وجابر كان رد فعله إيه لما عرف اللي عمله سليم؟ الله، يلا يا اخوانا. تعال معايا، عايزك سليم. ايه
اللي عملته النهارده ده يا سليم كان غلط. لكن انا لو مكانك كنت عملت زيك بالظبط. ايوه كان لازم تهربوا باي طريقه وباي تمن، حتى لو كان التمن ده واحد مننا، حتى لو كنت انا اللي قتلته عشان خفت. كان في ايدك ايه تعمله ما عملتوش؟ تسيبوا لغايه ما يكشفكوا ويقبضوا عليكوا؟ ولو قبضوا عليكوا تفتكر كانوا هيعالجوه؟ يحيى كان جدع. يحيى يحيى زي اي واحد من الموجودين هنا، عارفين ان المده تمن لازم يجي له وقت ويدفع. احتسب عند الله شهيد. انت لازم تسافر القاهره زي. لا مش دلوقتي. ايه ابنك ومراتك ما وحشكش؟ مش عايز تشوفهم؟ سافر يا سليم سافر. لما الدنيا تهدى اوعدك اني ارجعك تاني، بس عايز اقول لك حاجه اخيره. ما كنتش اسامح نفسي لو انت حصل لك حاجه. سليم بالنسبه له ما كانش زي اي حد فيه، لا ده كان زي ابني ويمكن اكتر شويه. وفي الشهور اللي فاتت بعد كده محدش قدر يوصل للمكانه اللي وصلها سليم عند الشيخ جابر، ولا حتى ينافسه فيه. مش الشيخ جابر اتمسك النهارده؟ انت ما تعرفش؟ اسكت. ازاي؟ اتقبض عليه في القاهرة وزمانهم بيستجوبوه دلوقتي. يعملوا معاه اللي هم عايزينه. مهما عملوا مش هيقدروا يكسروه. الشيخ جابر ده أسد. وعمر الكلاب ما تغلب أسد. يعملوا معاه اللي هم عايزينه. اللي هم عايزينه. يا ولاد الكلب! ليه يا ولاد الكلب؟ يا ولاد الكلب! بتعمل ايه؟ عايز ايه يا حمزه؟ تعالى معاه. لا تدخل عليه ولا تخلي حد يحاول يستجوب. حصل ولا ما حصلش؟ جرايه يا حمزه ولا شغال عندك هتديني ايه؟ شغال معايا. وادام اتفقنا على حاجه يبقى لازم تتنفذ. عاجبك اللي حصل دلوقتي؟ عاجبني. على الاقل حاولت اخليه يتكلم. مش وش الحنيه اللي انت مركبه لي وفاكر ان هو هيجيب نتيجه معاه؟ وطريقتك هي اللي جابت نتيجه. خلاص حلتها حضرتك واتكلم اهو. والله لو كنت سبتني اكمل معاه وما دخلتش عليا كان زمانه دلوقتي بيقول لك تاريخ حياته. مش مصدقني سيبني ارجع له. على هنا هتعمل ايه؟ هعمل شغلي. انت اللي هنا بتعمل ايه؟ الطريقة دي مش هتنفع معايا. والله دي طريقتي وما عنديش غيرها. عاجبك اهلا وسهلا، مش عاجبك ممكن تكمل اجازتك في بيتكو وتسيبنا بقى نشوف شغلنا. روح هتستناني لغاية ما اخلص، مش عايزة شقاوة.
ايه؟ صاحبك مش هيجي علشان يكمل؟ اللي حصل ده مش هيتكرر تاني يا شيخ جابر، ده لو قررت تساعدني وتتكلم. جينا بقى لتضييع الوقت. أنا بقول تروح تجيب صاحبك أحسن، على الأقل هو راجل واضح، راجل عايز ينتقم. لا بيضحك عليا ولا على نفسه. يوم أنت بتعمل كده علشان إيه؟ عشان الغيرة؟ العند؟ السلطة؟ ولا يمكن يكون علشان حب الوطن؟ خسارة. أنت ما تعرفش إن في حب أكبر مني ومنك ومن الوطن اللي أنت بتتكلم عنه. أنا بعمل اللي أنا بعمله ده بقى عشان كل حاجة أنت قلتها يا شيخ جابر. وبلاش حبتين النصب دول يا شيخ جابر. أنت عارف إن أنا أعرف عنكم كل حاجة كويس أوي. اللي أنتوا بتعملوه ده ملوش أي علاقة بربنا. أنا جاي أطمن عليك بس علشان أنت راجل كبير في السن وبتاع ربنا كمان. أسيبك تفكر يا شيخ جابر في اللي قلته قبل كده. وارجع لك تاني. مساء الخير يا ماما. غدا، قريت اللي مكتوب في الجورنال؟ اه يا ماما قريته ومش عايزه اتكلم في الموضوع ده خالص. دول جايبين سيره سلي... عارفه جايبين سيره مين؟ وبقولك مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. بصي يا ماما، انا اليومين اللي جايين دول نفسي اركز في شغلي، ينفع؟ طيب انا هقوم اعمل لك حاجه تاكليها. حبيبي وحشتني وحشتني. انت جيت ازاي؟ انا رحت اجيبك من المطار وما لقيتكش. طب مش تقولي لي ازيك الاول؟ ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبي؟ ابدا، الطياره جت بدري شويه فقلت اجي على البيت واعملها لكم فجاه. بس انا سالت وقالوا لي الطياره جت في ميعادها وانت اللي ما كنتش عليها. انت كنت مستنياني على طياره ايطاليا؟ لا، ما هو انا في اخر اسبوع في السفريه ودونا على لندن نخلص شغل، وبعدين طلبوا مننا ان احنا نرجع تاني على ايطاليا، فانا قلت لهم لا، انا هنزل من لندن على مصر على طول. انا بيتي وحشني. بقول لك ايه يا حبيبي، انت كده خش غير هدومك واقعد احكي لنا عملت ايه في السفر. تمام. يلا حبيبي. خلي احمد معايا، انا هلعب معايا. انتي قومي معايا. الله، يلا. جي يا حبيبي، يلا حبيبتي تعال بقى نلعب انا وانت. سليم، ايه ده؟ استنى استنى استنى، ايه اللي على كتفك ده؟ وريني. ولا حاجه. وريني ولا ايه حاجة اللي جرى؟ ولا حاجه ولا حاجه، ده جرح سطحي حصل لي وانا في المصنع، ما فيهوش حاجه. سطحي ازاي بس؟ ده لازم نشوفه دكتور. ما الدكتور هناك بتاع المصنع شافه وقال ان هو يومين وهيخلص. في ايه؟ بقول لك ما فيهوش حاجه. تعالي نطلع نقعد مع امك شويه.
ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دول؟ انت كنت فين؟ ايه كل الكذب ده؟ ايه كل ده؟ انت مين؟ انت كنت فين وبتعمل ايه؟ كنت باخد حقي. حقك؟ حقك ازاي؟ حقك ايه؟ انت كنت بتاخد حقك ازاي؟ جاوبني قولي كنت بتاخد حقك ازاي؟ سلام السلامة يا فندم. ميرسي. نعم شرفتينا. يلا يا أيمن. أيمن! أيمن! ابني راح فين؟ يا أيمن! يا فندم ما كانش ينفع بهاء يتصرف معاه من نفسه. كده مش هنعرف نطلع من جابر ده بأي حاجة، لازم نستنى لغاية لما يهدى وبعد كده نحاول معاه تاني. إحنا مش عايزينه يتكلم. اعتراف جابر اتسلم لسيادة الوزير. بقية الورق هيتقفل وتحول للجنايات. يا فندم لكن احنا حتى ما عرفناش جابر كان جاي هنا وناوي على ايه. حمزه سياده الوزير كلفنا نجيب اللي قتل اللواء مختار ودينا جبناه. كل اللي هيحصل بعد كده مش دورنا. وبعدين بدل ما انت قاعد جنبه روح بيتكم ارتاح لك شويه ونشوف بعد كده ايه اللي هيحصل. ايوه يا فندم بس يعني حمزه البلد ولعه مش هنسيب اللي ورانا ونفضل قاعدين لجابر. ايوه الو خالو خالو ايمن انت كويس يا حبيبي؟ انت فين؟ انا عايز ماما انا خايف قوي. حاضر يا حبيبي طمني عليك بس المره دي قدامك 24 ساعه يا حمزه ولو عايز تشوف ابن اختك تاني يبقى جابر لازم يموت وانت اللي تقتله.